معي من عمان الدكتور فاضل الزعبي الخبير بالأمن الغذائي وسفير سابق لمنظمة الفاو. مرحبا بكم، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. لربما السؤال الأول أستاذ فاضل، قبل البحث عن مسكن، كيف يمكن البحث عن غذاء اليوم نحن وبهذا العدد الموجود على الكرة الأرضية نعاني من أزمة غذاء كبيرة بسبب الحروب، بسبب تصحر، العزوف عن الزراعة، الكثير من الأسباب. كيف يمكن يعني تأمين غذاء لكل هذا العدد الكبير بناء على الأرقام المقدمة من الأمم المتحدة؟ نعم، هو هذا السؤال، هو كيف يمكن أن تطعم هذا العدد الهائل؟ يعني إذا أخذنا رقم بسيط 2050 راح يصل عدد سكان العالم إلى ما يقارب 10 مليون إلى شوي، بزيادة 25% عما نحن عليه الآن من 8 إلى 10. بمعنى بدك 25% غذاء إضافي، 25% أراضي صالحة للزراعة، 25% مياه، 25% طاقة، 25% استثمار. هذا رقم مهول. إذا استمرينا بالإنتاج الزراعي على نفس المنوال لن نستطيع أن نصل إليه، وسوف نضطر للبحث عن كوكب آخر حتى نزرع به. لذلك لابد لنا، يعني الأمم المتحدة دائما تركز وكل المنظمات العامة، يعني أنت تتكلم بشكل جدي أستاذ فاضل، سنضطر لنبحث عن كوكب آخر لنزرع فعلا؟ يعني قد يكون ملامح وجهي جدية، لكن الموضوع فعلا لا يحتمل أن نتعامل معه إلا بالجدية يا أستاذنا الكريم. اللي بيحصل حاليا، نحن إذا استمرينا في الإنتاج الزراعي وإنتاج الغذاء على نفس المنوال من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا استمرينا بهدم الغذاء على نفس المنوال لن نكون قادرين على إطعام البشرية بنفس المعدلات، وسوف يكون لدينا حالات انعدام غذائي بأرقام مضاعف عما نحن عليه الآن. الآن 3 مليار من 8 مليار لا يحصلون على وجبة صحية مغذية، فما بالك إذا زاد هذا العدد. لذلك لابد أن يتم ما يسمى، ودعت إليه منظمة الأغذية والزراعة المتحدة، تحويل نظم الغذاء وإدخال التكنولوجيات من أجل أولا التنويع في العادات الاستهلاكية والتنويع في المأكولات التي نزرعها، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة من الغذاء حتى نستطيع أن نصل إلى 25%. ما بدي أطيل، والهدر الغذائي لابد أن يتم أخذه بجدية أكثر. الهدر الغذائي لوحده يتراوح أرقامه من 30 إلى 45%، هذا رقم مهول. إذا ما استطعنا أن نخصم هذا الرقم إلى رقم معتدل، سوف نقدر على ملائمة ومواءمة 25% من زيادة عدد السكان. لو خصصنا الكلام أستاذ فاضل عن العالم العربي الآن، هل منظومة العالم العربي، النهج المتبع الآن، تأمين الأمن الغذائي في العالم العربي، لربما يعني كانت الصدمة أو الوضع القائم الآن، الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت يعني وكأنها يعني يدق ناقوس الخطر وبدأت القضية تخرج إلى مسامع العالم العربي بشكل أكبر الآن، ولكن هل نحن متأخرون؟ هل العالم العربي متأخر؟ النهج المتبع الآن ممكن أن ينقذ على الأقل جزءا من هذه الدول، ومن هي؟ أنا زي ما تفضلت تماما، إحنا الإجراءات الاستباقية عنا غائبة تماما، وفي دولنا شمال أفريقيا والشرق الأدنى هذه الإجراءات الاستباقية تكون دائما إذا ما كان هنالك سياسة واستراتيجية للأمن الغذائي، إذا ما كان هنالك خطوات توضح أين تذهب الدولة في حالة وجود أي صدمة من مهما كانت صدمة الغذاء. لكن غياب الاستراتيجيات ووجودها في أدنى ترتيب الأولويات بالنسبة لأي حكومة عربية أو حكومة من هذه الدول هذه المنطقة، جعل هذا الموضوع مجتمعاتنا هشة لا تقدر على الصمود في وجه هذه الأزمات والصدمات، ولا نستطيع أن نقوم بعمل ما يلزم من أجل تلافيها واقتصادها. وعليه الآن فقط بدأت هذه الدول بإدراك أهمية وخطورة هذا الموضوع، بدأت تعطي هذه الدول حيزا أكبر من اهتمام في الأمن الغذائي واهتمامها بالزراعة، حتى أن بعض الدول لا يوجد لديها إطار قانوني لمعالجة الأمن الغذائي أو للإشراف على الأمن الغذائي، بدأت الآن تحاول أن توجد هذا الإطار، رغم من أنه إحنا متأخرين، لكن يبقى ذلك
يعني شيء جيد. واستحني أستاذنا الكريم أضيف شغلة مهمة جدا بنواسة الحديث على مصر. إحنا المشكلة عندنا ليست فقط زيادة السكان، إحنا مشكلة عندنا التشوهات المركبة داخل تكوين وتركيب زيادة السكان. يعني إذا جينا على جمهورية مصر تجد أن الأسر التي يبلغ عدد سكانها 4 أفراد تشكل نسبة الفقراء من 7.5%. إذا رحت للأسر اللي بيبلغ عدد سكانها 10 أفراد تجد نسبة الفقر 80%، فقر يعني انعدام أمن غذائي. هذا التشوه يجعل هذه الأسر معرضة بشكل كبير، ليس فقط زيادة السكانية للدولة، وإنما أيضا لهذه الفئات ذات الأسر الأعداد الأسرة اللي عدد أفرادها أستاذ فاضل يعني. سامحني أرجوك أستاذ فاضل، شكرا لك، الوقت أدركني، يجب أن أنتقل لبث مباشر الآن. فاضل الزعبي شكرا لك من عمان، دكتور خبير في الأمن الغذائي وسفير سابق لمنظمة الفاو.